بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباينري فايلز، كل الباينري فايلز زي الايمجز، زي الفوتوز، الساوند، زي الفيديوز، الحاجات دي بتبقى يعني unreadable بالنسبة للبيانات. نفتحها تبقى مش مقروء، بأي تكست تبقى مش مقروءة بالشكل المعتاد. يعني في لحظة الباد مثلا أنا ممكن أفتح بيه صورة عادي، يعني ممكن أقول مثلا اروح على بيكتشرز مثلا واختار اي صوره كانت عندي مثلا من اي حته واقول له افتح لي اول فايلز عشان يجيب بس الصوره، قلت له مثلا هات لي الصوره دي مثلا. فبنيجي نشوفها ده انريدبل تكست، يعني الفايل بالنسبه لي طبعا، وكذلك طبعا الفيديوز والنوتس بتطلع بالشكل ده، لكن هي بتبقى زي مشفره او ليها نظام مختلف. هعمل مثال بسيط لان طبعا بحر الباينري واسع، ممكن في كورسات لوحده، الايمجز لوحده، الاوديوز لوحدها، الفيديوز يعني شغلها. لكن انا هاخد بس الى سمبل اكزامبل. فهو معايا ايه عشان نبقى حاطين الاجابه؟ عملت فايل وعادي جدا بقول له اوبن، بس هنادي على فايل اسميه مثلا ايه؟ باينري داتا. ماشي، هنسمي احنا كده دوت بن مثلا وليكن. خلاص سميناه احنا كده، هنكريته في نفس الفولدر بتاعنا، وهقول له انا هرايت وده باينري. يبقى انا هرايت على باينري، مفيش مشكله، هرايت على باينري. وجيت قمت قايل ايه؟ انا مثلا عندي بيانات موظفين معين او باسوردات مثلا يوزرز، وجيت قمت قايل والله انا عندي يوزرز مثلا عادل مثلا بالباسورد اي بي سي. طبعا في اكثر من طريقه، طبعا احسن من ليست عشان نحط يوزر وباسورد، بس مش وقته. علي واحد بس ويكون يعني احنا عندنا شويه بيانات اهي، ايا كانت بقى البيانات دي مهمه ولا مش مهمه. ادي البيانات بتاعتنا بتاعت الليست، تمام؟ دي بيانات الليست. انا لازم عشان البيانات دي تتخزن كباينري حقيقي، طبعا لو خزنتها دلوقتي كده مش هتتخزن كباينري حقيقي ولا حاجه، تمام؟ عشان اقدر اخزنها كباينري حقيقي لازم اكونفرتها للباينري ريبريزنتيشن، التمثيل الباينري فعلا. ده مش تمثيل باينري، ده مش تمثيل باينري، لازم اكونفرت الكلام ده لتمثيل باينري. اكونفرته ازاي؟ اقول له مثلا بين يوزرز، يعني عايز احط ده از الفاريبل اللي هيبقى فيه الباينري بتاع اليوزر. في عندي فانكشن بيلت ان اسمها بايت اري. بايت اري دي اصلا بيلت ان فانكشن، بتقدر تحول الفانكشن ديت الى الباينري ريبريزنتيشن بتاعها، وبالتالي اتحطت جوه البين يوزرز دلوقتي الشكل اللي هو الايه الباينري بتاعنا. وبالتالي انا اقدر اقول له اف دوت رايت، تمام، على الفانكشن على الحاجه بتاعتي، ورايت فيه الباينري يوزرز، وبعد كده اقول له ايه فايل دوت كلوز، فايل دوت ايه دوت كلوز. لو حبينا نقول بسم الله ونجرب اكزامبل 9، ازاي اكزامبل 9 وعندي اكزامبل 9؟ احنا بوظنا اكزامبل 9 ولا بوظنا اكزامبل 9؟ ممكن اكزامبل 19 بوظنا اكزامبل. طيب بسم الله كده انا اللي هو ده الفايل اللي كان موجود، معرفش ده الاكزامبل 19. بقول له ران اكزامبل 19، قال لي اس تي ار. المهم قال لي هو بيعمل يحول، قال لي ده سترينج اوبجكت كان بي انتربريتد از انتجر. عشان بس ان هو تربط، معلش انا اسف، انا يعني هغير البيانات هنا على طول على السريع. طبعا التحويل ده ما ينفعش ولا مع الرقم يعني. ودست ودست ايه ان انا 19 بايت ماست بي رينج من 0 ل 256 عشان يقدر يحولها الى بايتس. كان فوق ال 256 هو مش قادر يحول.
وتعالى تاني معلش. قال لي اوكي خلاص. طبعا انا بوضح بس الفكره بتاعت الباينري، لكن هو ما قابلش معنى قد الارقام، ارقام تكون اكتر من 20 بايت، والبايت اصلا اخره 256 بايت. فقلت له ماشي انا هشوف، بس الاول نشوف بس الفايل اللي احنا كريدنا الباينري ده او محصول على التست. خلينا تيجي تفتحه، هل تفتحه ازاي دوت؟ طب ده بين الفايل صوت بقى، لو احنا حابين نفتحه الاكسبلور كده. هذه الباينري دي طبعا ممكن حسب البرنامج قد يكون على شكل مختلف. لو جيت فتحته على النوت كده مثلا، ادي الملف وشايل القيم اللي احنا عملناها، وشايل القيم اللي احنا عملناها. طب لو انا عاوز يعني اريد الفايل ده، يعني عايز طيب انا يعني كريته بالشكل العجيب ده، هل ينفع ارده وارجعه الاصل ولا الدنيا هتبقى معانا مش فيها مشكله؟ انا او جاي كده من فايل سيف اس وخلي ده اكزامبل 20 وخلينا زي ما احنا، بس المره دي انا هقول له مش طبعا مش رايت، هقول له ريد باي نيم. هنا اليوزرز عندي مش موجوده ولا الكلام ده خالص، انا لسه عايز اقرا. فانا عشان اقرا اقول له ايه؟ اعمل له فايل دوت ريد، ريد كله. طبعا عشان احولها الى ليست فانا ممكن احطها للليست كونستراكتور فانكشن، احولها ليست فتبقى اليوزرز بالنسبه لي دي عباره عن ليست. فلو انا جيت قلت لها يعني برنت لي اليوزرز، طبعا حكايه التحميل بين اليوزرز مش عايزه بعد كده الوضع بتاعنا دلوقتي حاليا. عملنا الفايل عملنا له اوبن كباينري وقلت له يوزرز، جايب الفايل في تريد بس حولتها لليست واديتها لليوزرز، وهو فاهم ان هو باينري بيقرا باينري. وبرنت اليوزرز وكلوز الفايل بتاعنا ونجرب اكزامبل 20. جاب لي البيانات فعليا اللي هي ايه؟ 11 22 100 90. ده كان الاكزامبل كده للتعامل مع الباينري فايلز. السلام عليكم.